أطيب التحايا، ونحن نقف هذا اليوم هذه الوقفة المؤلمة مع شديد الأسف أن نستذكر حقبة أليمة وعصيبة مرت على العراقيين خلال السنوات الماضية، وهذا المكان خير شاهد وإثبات على إجرام قامت به سلطات إجرامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الحضور الكريم، معالي وزير الثقافة، ممثل رئيس الوزراء المحترم، السادة النواب المحترمون، السيد محافظ النجف الأشرف المحترم، السادة ممثلي وزارة الخارجية، السادة العلماء، السادة الحضور جميعا، شيوخ العشائر، ذوي الشهداء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارتأينا في هذه السنة بأن نحيي اليوم الوطني للمقابر الجماعية الذي يصادف 16/5 من كل سنة في موقع الجريمة، خروجا عن البروتوكول وخروجا عن المألوف الذي تقام فيه الاحتفالات في القاعات المغلقة وفي الأماكن الكبيرة. ارتأينا بأن يكون الاحتفال في هذه السنة في أحد مواقع الجريمة، هذه المقبرة التي اكتشفت قبل أيام في محافظة النجف الأشرف، وهي أحد المقابر الكبيرة والكثيرة التي انتشرت في عراقنا الحبيب الجريح، أكثر من 250 مقبرة اكتشفت لحد الآن في العراق، وهذه المقبرة بصراحة اكتشفت مؤخرا، ولعله كثير من المقابر لحد الآن لم تكتشف، وهذا هو الإجرام البعثي الذي ارتكبه النظام المجرم بحق أبناء الشعب العراقي. ولا يستطيع أن ينكر أحد هذه المقابر الجماعية وهذه الرفات، مع الأسف كثير من الأصوات وكثير من القنوات الإعلامية وكثير من السياسيين تنكروا لهذه الجرائم وقالوا بأن المقابر الجماعية خدعة والمقابر الجماعية كذبة. مع الأسف الإعلام المضلل يحاول أن يشوه الحقائق، ولكن واقع الحال، واليوم يجب على الشعب العراقي أن يرى وأن ينظر بأن هذه المقابر الجماعية التي ارتكبها نظام البعث هي أحد الشواهد الحقيقية على إجرام ذلك النظام واستهتاره بحياة العراقيين. ومع الأسف استمرت هذه الجرائم حتى بعد سقوط النظام، عندما كان البعثيون هم الحواضن للعمليات الإرهابية والجماعات الإرهابية. البعثيون احتضنوا جماعات الإرهابية واصطفوا معهم، وأيضا ارتكبوا نفس المقابر الجماعية التي ارتكبها نظام البعث سابقا، وقد خلف داعش والقاعدة أيضا كثير من المقابر الجماعية. وبصراحة الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، وكذلك المنظمات والجهات الساندة، فريق اليونتاد والمنظمة الدولية لشؤون المفقودين، بصراحة كانت جهودهم طيبة في دعم فريق المقابر الجماعية الذي هو المختص بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية. إن شاء الله تعالى في هذه المقبرة، وهي قريبة من الشارع العام كما ترون،
أغلب المقابر الجماعية التي اكتشفت كانت في الصحراء، من أجل كان النظام البائد من أجل أن يخفي هذه الجرائم، ولكن نرى بأن هذه المقبرة قريبة من الشارع العام وقريبة من مجمع سكني. إن شاء الله تعالى نعمل جاهدين على أن يكون رمز في هذا المكان إن شاء الله تعالى، بالتعاون مع الأخوة في وزارة الثقافة ومع السيد محافظ النجف الأشرف، إن شاء الله سيكون رمز للمقابر الجماعية في هذا المكان، نعمل على إنشائه إن شاء الله بالأيام القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. بصراحة لا أريد أن أطيل، كثير من الأخوة إن شاء الله لديهم كلمات في هذا الصدد، ولكن أؤكد بأن اليوم بعد 19 سنة من سقوط النظام البائد نقول وبصراحة بأن حقوق عوائل الشهداء وحقوق أبناء المقابر الجماعية لحد الآن لم تستكمل ولم تستوفى، وهذا تقصير بصراحة من قبل جميع الجهات المسؤولة في الدولة العراقية. اليوم يجب أن لا نجامل على حساب دماء الشهداء وعلى حساب حقوق عوائل الشهداء، والمطالبة بحقوقهم هي الوفاء الحقيقي لدمائهم الزكية. وزارة المالية مقصرة في الإيفاء بحقوق والتزامات عوائل الشهداء، وزارة البلديات والإسكان والإعمار مقصرة بحق من الحق الأساسي من حقوق عوائل الشهداء وهو حق السكن. كثير من المحافظات أيضا لديها قصور واضح في هذا المجال، نأمل إن شاء الله تعالى بالأيام القريبة القادمة، ولا سيما اليوم إحنا في بحبوحة من الوضع المالي، ووضع المالي جيد بالنسبة للبلد، نأمل بأن يتم إنصاف عوائل الشهداء وإنصاف مؤسسة الشهداء من خلال التخصيصات المالية اللازمة الجيدة لكي تستطيع أن توفي بالحقوق والالتزامات المالية والمعنوية التي أقرتها القوانين النافذة. أنا أشكر الحضور جميعا، أشكر الممثل جمهورية البحرين على حضوره، كل الحضور أشكرهم الشكر الجزيل على حضورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الكبير والجزيل لرئيس مؤسسة الشهداء وراعي ذوي الشهداء السيد عبد الإله النائلي على هذه الكلمات الطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، بتقدير المقامات والألقاب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا وسهلا بكم في مدينة الولي والوصي سلام الله عليه. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، وكان بودنا أن لا يكون لقاؤنا في ظل الأسى الذي نستشعره إحياء لليوم الوطني للمقابر الجماعية. ذكرى هذا اليوم من أبرز محطات تاريخ العراق وشعبه، الشعب الذي دفع من أجل الإنسانية والعقيدة تلك التضحيات الجسام التي وثقت عهد الطغاة الذين تمردوا على كل القيم الإنسانية بعد أن تجردوا من كل الاعتبارات الدينية وشريعة القانون، واجتهدوا باطلا لاستحداث كل أنواع الإقصاء والإعدام، لا لشيء إلا للتمسك بالسلطة. ولتغطية هذا التمسك أوجدوا الكثير من الحجج، كالتآمر على الدولة أو التخندق الطائفي، وأوغلوا كثيرا بالأساليب الوحشية، وأحدثوا تلك الأرقام الجماعية في إحدى جرائمهم الدولية وهي جريمة القبر الجماعي. شهدنا تلك الأيام وعلى نفس هذا الطريق عندما اقتادنا الجلاوزة مع مجاميع من الشباب تحت أزيز الرصاص والوعيد بنهاية المصير، ونستذكر جيدا تلك الأجواء، أجواء الظلم والطغيان والإجرام
والخوف على العرض. ألا لعنة الله عليهم، وأسفنا على من يستذكر أيامهم بإيجاب وهمي وبمقام المقارنة بعهد الحرية الذي نعيشه. السلام على تلك الأرواح التي أزهقت ظلماً والتي خلفت وراءها الترمل واليتم والفقدان ومجهولية المصير، التي عظمت تلك الفواجع والمصائب على الأهل والمتعلقين وأرهبت نفوس الناس. السلام على شهداء العراق الذين جاهدوا جادوا بأرواحهم من أجله، والسلام على الآباء والأمهات والمرملات والأيتام الذين بصبرهم أزالوا الطغاة. تحية تقدير واحترام للجهود التي بذلت في هذه الفعالية، وندعو الله أن يوفقكم جميعاً لخير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للسيد محافظ النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي على هذه الكلمة، شكرا لك. هم فتية تراب العراق ضميرهم، هم فتية تراب العراق ضميرهم، شربوا الشجاعة والكؤوس بها ردا، هم آمنوا متيقنين بربهم ليقول زدناهم هدى. نعم، إنهم شهداء العراق أبطالنا. الكلمة الآن لممثل رئيس مجلس الوزراء السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، فليتفضل مشكورا. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطول الحديث عن مثل هذه المناسبات، وستتكرر مثل هذه المناسبات، فكما كتبت ذات يوم في مقالة عن المقابر الجماعية، قلت إن حدث المقابر الجماعية حدث لا يستنفد ولا ينتهي. هذا المشهد الذي أمامنا هو مشهد إحدى المقابر الجماعية التي انتشرت في أرجاء العراق شمالاً وجنوباً. وليس المهم في نظري ومن وجهة نظر ثقافية أن نواصل اكتشاف المقابر الجماعية الجديدة. قد تكون هناك جوانب لإنصاف الضحايا وذويهم، وهذا عمل تقوم به مؤسسات مشكورة مثل مؤسسة الشهداء، وزارة الصحة، المنظمات الدولية المهمة العاملة في هذا المجال والحاضرة بيننا هذا اليوم. لكن لو نظرنا إلى أمم ذكية كيف عالجت مشكلات تعرضها للمقابر الجماعية وللقتل الجماعي، هذا الموضوع هو حقل علمي له مصطلحاته وله ثقافته. في العراق هناك مؤسسات قليلة تهتم بهذا الجانب، وقد شجعت بعد أن تأسس كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة للحوار بين الثقافات والأديان على أن نؤسس كرسي اليونسكو للإبادة في كلية الآداب جامعة بغداد. فالإبادة حقل علمي شأنه شأن كل الحقول العلمية مثل علم النفس والفلسفة وغيرها. جينوسايد ستديز، دراسات الإبادة حقل علمي، لدينا الآن في كرسي يونسكو. وفي مؤسسة الشهداء هناك عمل حثيث أيضا على الجانب الثقافي من
أحداث المقابر الجماعية، وفي وزارة الثقافة أيضا، وفي مؤسسات أخرى في النجف وكربلاء. أعتقد ما هو مهم هو هذا الجانب الذي يكفل ويؤسس لثقافة تمنع موت المزيد من العراقيين في مقابر جديدة. أعتقد في مثل هذه المناسبة يجب أن نكاشف أنفسنا بأننا نظرنا بعين عوراء إلى مثل هذه الأحداث الجسام. أن يقتاد عراقيون بالآلاف ويدفنوا أحياء وقتلى. قد يرقد في هذه المقبرة أهلنا وأحبتنا. اقتادهم عراقيون من بني جلدتنا إلى مثل هذه الأمكنة ليدفنوهم. هذه لحظة ليست لحظة جريمة فقط، تقتضي منا المحاسبة والمعاقبة وتعويض ذوي الضحايا. هذه لحظة تقتضي منا تأسيس ثقافة منع الإبادة ومنع القتل الجماعي ومنع المقابر الجماعية. نجحت أمم في مثل هذا الموضوع على الأقل بتذكره في كل حين. نحن في العراق، وأقصد بالعين العوراء، هو هذا الجدل بين حقيقة وجود المقابر الجماعية من زيفها. وحين نصل إلى هذه النقطة التي لا تقر بوجود المقابر الجماعية وبالظلم الذي لحق الناس وبالتنظير في هذا الموضوع، فنحن في مأزق كبير. أعتقد مهمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية هي أن تسعى إلى تأسيس ثقافة جديدة تمنع حدوث المقابر الجماعية الجديدة للعراقيين. وإذا كانت هذه المقبرة تعود إلى أحداث الانتفاضة في العام 91، فقد لحقتها مقابر جماعية في موجة الإرهاب التي ضربت العراق، ثم موجة داعش. وهذا دليل على فشل ثقافتنا في تأسيس ما يمنع مثل هذه الإبادات ومثل هذه المقابر. أتمنى الانتباه، وهذا تنبيه لنا جميعا، لوزارة الثقافة ولمؤسسة الشهداء ولوزارة الصحة وللمنظمات الدولية والمحلية العراقية، في أن نعمل معا على مشروع ثقافي أكثر منه مشروعا تعويضيا لذوي الضحايا، يؤسس لثقافة منع المقابر الجماعية ومنع أن يقتل الناس في مقاتل جماعية مثل هذا الذي نراه اليوم. أحييكم جميعا، أحيي الفريق الذي يقف في هذه المقبرة ويعمل، والمؤسسات التي تتضافر جهودها في هذا الطريق، وللضيوف الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلقيها بدلا عنه مستشار التنمية والعدالة الاجتماعية لمجلس النواب الأستاذ علي المبرقع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشهداء أوفياء الله على عهده وميثاقه وأمنائه على رسالاته. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عز من قائل: وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. منذ أن خلق الله
تعالى الخلق بإرادته وحكمته أمتاز طريقان، أحدهما طريق الحق والإيمان، والآخر طريق الشر والطغيان. واختار الشيطان أن يكون بسوء سريرته وعمله على رأس فريق البغي والعدوان، وأن يسخر كل من سار في ركابه من الجن والإنس لتحقيق مآربه المضلة ونصب حبائله وفخاخه، لتتم بذلك سنة الابتلاء الإلهي في جميع الناس. فظهرت على مر التاريخ صور شتى لأنماط السلوك الشيطاني وأنواع العمل العدواني، حيث البغي والقتل والتشريد والتنكيل والاضطهاد، حتى ظهرت في عصرنا الحالي واحدة من أشد الجرائم ضراوة وأسوأ الجرائر بشاعة، تمثلت في قيام الطاغية المقبور وزبانيته بإزهاق الآلاف من الأرواح البريئة وإخفاء أمرها عن ذويها وسط تعتيم إعلامي وسرية تامة، حتى إذا انزاح كابوس هذا النظام البغيض وانقشعت غمامة بغيه، ظهرت العديد من المقابر الجماعية التي تضم رفات تلك الأرواح التي ارتقت إلى بارئها صابرة محتسبة. إن هذه الجريمة من حيث النوع والكم وإسلوب التنفيذ والظروف المحيطة بها تشكل العلامة الأبرز في سلوكيات النهج الاستبدادي في هذا العصر، من حيث تعلقها بقتل النفس المحترمة ودفن الأحياء بشكل جماعي وإخفاء معالم الجريمة والتفريق القسري بين الضحايا وذويهم ومتعلقيهم، ومن ثم وبلا أدنى شك وبنظرة إنصاف فإنها ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية من حيث من جميع النواحي والصفات. وكذلك ان شاء الله بعد سيد الوضع الكبير ورد على مسرح الجامعه، فليتفضل المشكور الدكتور حسن الله يليه ممثل النائب الاول لرئيس المجلس أرواح شهداء العراق جميعاً.
موسى سيد صالح احمد دقيقه حسن لين ما يوصل الورد مال السفينة. من أحياء هذا اليوم وسكان وابتسام هذه الجرائم هي نوع من أنواع الحماية التي نطور بها أطفالنا ومستقبل أجيالنا الجديدة من إجراءات الترعة على يد قارئ آخر أو مستبد ثاني. Go ahead and take it. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الموقع يعتبر من مئات المواقع التي اكتشفت مقابر جماعية، واكتشف هذا الموقع بالصدفة، حيث أن هذا الموقع أعطي لمستثمر أن يقيم عليه مجمع سكني. أخذت آلات البناء وتحدي للموقع ما يرون إلا أن الجماجم تتطاير أمام الشفلات. وقف العمل في حينها وأبلغنا الجهات الأمنية والجهات المعنية بذلك، استطعنا أن نوقف العمل. اليوم الافتتاح الرسمي لهذا الموقع وسيتبعه التنقيب النهائي. وجدنا عشرات الجثث الآن، نتوقع أن هنالك مئات الجثث في هذا المكان، لأنه يعتبر عبارة عن أودية عميقة استطاع الهدام أن يدفن فيها أرواح ونفوس انتفاضة الشعبانية. يعني هذا الموقع نتوقعه أن يكون لهذا أبطال الانتفاضة الشعبانية، لأنه وجدنا أن هنالك أنهم كلهم في أعمار الورد وشباب، ووجدنا ملابس بعضها من الملابس العسكرية متعلقة عليهم. والجماجم للنظرة الأولى لها نجدها أن جماجم يعني تتراوح أعمارها بين 20 و25 سنة. اليوم حقيقة هو استذكار حقيقي لمجزرة المقابر الجماعية التي اقترفها النظام السابق. يوم وكأنما نعيش هذه اللحظات ونستذكرها نحن الذين عشناها فعلا. مؤلم ومفجع في موقع الحدث لمقبرة جماعية جديدة، نتوقع أن يعني تكتشف مقابر جديدة، لأنه بطش النظام السابق كان أقسى ويعني أكثر وقعا مما نتصور. ما يؤلمنا بأن كثير من الناس في هذا الوقت من يعني وضع الحرية، رغم المساوئ الكثيرة ورغم السلبيات، إلا أنهم يعني صراحة يعاب عليهم أن ينادوا برجوع النظام السابق والتحسر على أيامه. هذا الشاهد الكبير على ذلك البطش الكبير الذي حدث واقعا يحفزنا نحن في مجلس النواب
أن نكون أكثر جدية في التعاطي مع حقوق الشهداء من حقوق ذوي الشهداء، وإن شاء الله نحن بصدد أن يعني أن نحقق تشريعات تلائم ذوي الشهداء واستحقاقاتهم والحصول على استحقاقاتهم. إن شاء الله في قادم الأيام سيكون لنا يعني كلمة بهذا الشأن، لأن حقيقة المتضرر الكبير هو يعني واضح للعيان وموجود، جالسون هنا يستذكرون أيام مآسيهم، مآسي أبنائهم، مآسي عوائلهم، ونحن إن شاء الله سنكون العون لهم بمشيئة الله والمنصف إن شاء الله في قادم الأيام. So we are here today to pay respects to the victims of the mass atrocities committed by the former regime. And سعيد جدا اليوم احنا نكون موجودين هنا في احد المقابر الجماعيه التي وجدت بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. ومثل ما تعرف هولندا ايضا مساهم كبير فيما يتعلق بهذا الفايل. عندنا منظمه الاي سي ام بي اللي مقرها في هولندا، ايضا نقدم الدعم الكبير لها، ولديها تعاون وثيق مع الجهات العراقيه. مرة أخرى أكون كل الاحترام لعملهم، وأنا هنا الآن لكي أوضح تقديري واحترامي واهتمامي بهذا الموضوع. أنا شخصيا ما عندي يعني مو كلش خبير بالتكنولوجيا، لكن أعرف أن الـ ICMB المنظمة الموجودة في هولندا اللي تعمل أيضا مع الجانب العراقي لديها الخبرة الكبيرة ولديها عمل كبير في مختلف دول العالم فيما يتعلق بالكشف عن الضحايا وأسماء وتفاصيلهم عن طريق اختبار الدي ان اي، ولديهم التكنولوجيا الحديثه للعمل بهذا الخصوص. هذا بطبيعه الحال احنا هسه من راح نرجع الى بغداد راح نكتب الى عواصمنا بهذا الخصوص، واعرف انه هناك الكثير من المقابر الجماعيه في العراق راح نكتب عنها ويتم توثيقها، وهذا الشيء مهم بالنسبه لنا جميعا. قلت له ذاك اليوم قلت له شيخ ما تخلي نتكاتب وياك، قال ما تحصل شيء بعد. لا لا، هم متكاتبين ويا ضياء.